السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وعيدكم مبارك سعيد باش تمنيتو ان شاء الله يا ربي. واليوم بغيت نشارك معكم مائده الافطار اللي حضرت اليوم العيد. صافي، هنا بديت كنحضر في الرغيفات اللي كيجيو هكذا مقليين ومعسلين. وبالنسبه للمقادير غنحتاجو 300 غرام من الفورس او الدقيق الابيض، ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية، ملعقة كبيرة من السكر سنيدة، وكيس من الفانيلا ما يعادل 7 غرام، واصفر بيضة ما نعملوش الابيض باش ملي نكونو كنقليهم في الزيت ما يبقاش يطلع لينا في الرغوة، وهذا بحال الكشكوشة كيعمل في الزيت. وغنعمل الملح حسب الذوق، وهنا غنعمل 2 المعالق الزبده مذابه، وغادي ناخد كاس العنبه ممزوج ما بين ماء الزهر والماء العادي. صافي، كانوا هادوما المقادير. صافي، دابا هنا غنبدا نمزج العناصر كامله مع بعض. صافي، هنا غنبدا نجمع في العجين في الاول، بعد نحاول ندخل الزبده في الدقيق كامل، نحاول نرمل العجين. صافي، وغنبدا نجمع بماء الزهر والماء حتى نحصل على عجينه اللي تكون رطبه. صافي، وندلكها شويه هكذا، ملي تجمع لي نحاول ندلكها شويه، ونعملها في البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح تقريبا شي 10 دقائق اولا، عاد نرجع نكمل. وهنا صافي دزت باش نعمل واحد الكيك اللي كيجي غزال بصراحة. بالنسبة للمقادير غنحتاجو 170 غرام من كيك سماريا اللي مطحون، وغنحتاجو خميرة كيماوية فيها 16 غرام، وقبسة ملح، وثلاثة البيضات، والدقيق حسب الخليط، وغنحتاجو كاس إلا ربع من الزيت، وكأس من الحليب، وكأس من السكر. بالنسبة للسكر إلا ما كتعجبكمش الحلاوة بزاف يمكن لكم تعملوا كأس إلا ربع. صافي، وملعقة من الخل. صافي، وغنبداو نحضرو هكذا في الكيك ديالنا. كنعملو البيض في الأول مع السكر. صافي، وكنحاولو نطربو مزيان بشيشة الملح، وكنحاولو نطربو مزيان حتى كيرجع لينا خليط يعني اللون ديالو ابيض، يعني كيطلع لينا شويه البيض والسكر، وعاد كنكمل وكنضيفو بقيه المقادير. صافي، وهنا بالنسبه للزيت كنبقاو نضيفو هكذا بشويه بشويه وحنا كنطربو، ما كنضيفوش يعني مره واحده بحال هكذا. صافي، وهنا الكاكاو غنعملو 2 الملعقات كبارين، غنحاولو نغربلوه باش ما يتكورناش في داخل العجين. وهنا صافي غنحاولو نمزجو العناصر مزيان، وغنبداو كنضيفو هكذا في البيسكوي او لا كيك سماريا اللي طحنا. صافي، من بعد غنبداو نضيفو هكذا الدقيق بشويه بشويه حتى نحصلو على الكتل اللي بغينا. هنا ما غنحتاجوش الدقيق بزاف حيت ديجا عملنا البيسكوي. صافي، غنبقاو نعملو هكذا ملعقه ولا جوج ونغربلو مزيان ونخلطو حتى نحصلو على الكثافه اللي بغينا.
صافي. ومن بعد ملي كان نسالي وهكذا كنضيف الخميرة الكيماوية حتى للآخر صافي. ومن بعد كناخدو المول اللي ندخلو فيه الكيك للفرن، كندهنو بالزبدة ومن بعد كنعملو فيه الكاكاو باش كيزيد يعطي ديك الكولور المغلوق للكيك ديالنا صافي. وهنا كنزيدو الخل حتى لاخر لحظة. بالنسبة للخل كيحيد ديك النسمة ديال الزفورة ديال البيض وكيعاون الكيك في الانتفاخ باش كيعطي نتيجة مزيانة صافي. وغندخلوها الفرن اللي مسخن على درجة حرارة 180، نشعلو لها من الاسفل حتى كتبان لينا طابت صافي. وكنخرجوا الكيك ديالنا من الفرن. ودابا غندوزو باش نطلقوا العجين، غنطلقوه بالنشا مايزينا باش يعاوننا يجيو لينا الرغيفات ديالنا مورقين، ما نعملوش دقيق صافي. غنبقاو نطلقوا بحال هكذا ما محتاجينش اننا نرقوا العجين بزاف. وهنا صافي من بعد ما طلقنا العجين ديالنا غنحاولوا نطويوه بهذا الشكل هذا على شكل رغيفه او مسمنه صافي. وغنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق ولا صافي. من بعد غنرجعوا باش نبداو نطلقوا فيها صافي. نحاولوا نطلقوها على شكل مربع وما نحاولوا ما نرقوهاش بزاف صافي على هذا الشكل هذا كيف شفتوا. وهنا غناخدو اي قطاع باش نقطعو به. انا هنا خديت جرارة اللي كنعملو بها الشباكية، وغنعملو القياس ديالنا، بغيناهم صغار بغيناهم كبار شوية كيف ما هما احسن كيجيو صغار كيجي منظر فيهم مزيون صافي. وكنبداو نقطعو بحال هكذا على شكل مربعات صافي. وهنا كندوزو للقلي، يعني كنعملو الزيت يسخن لينا، ومن بعد عاد كنبداو هكذا كنرميو في المقلاة، وكان مباشرة من بعد ما كنعملو الرغيفة في المقلاة كنبقاو كنقلبوها هكذا باش كتنتفخ لينا على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما كنساليو القلي كناخدو هكذا العسل اللي كيعجبو العسل يعني بزاف، يمكن لكم تعملوها كامله في العسل بعد ما كتقليوها. انا اكتفيت غير بحال هكذا، نزينه من الفوق بالعسل وعملت لها شويه زنجلان. يمكن لكم تعملوا رقائق اللوز المحمره، يمكن لكم تعملوا كاوكاو هكذا محمر، اي حاجه. انا اكتفيت هنا بالزنجلان صافي. وهكذا كيف شفتوا كيجيو غزالين محمرين وكيبقاو هكذاك منتفخين، يعني ما كيهبطوش من بعد ما كيبردوا، ماشي كيهبطوا، كيبقاو هكذاك منتفخين. وكان هذا هو شكل الكيكه ديالنا. هنا انا زينتها بالحليب هكذا المحلى المركز، وعملت لها رقائق اللوز اللي حمرتهم. نتوما يمكن لكم تزينوها باي حاجه، يمكن لكم تزينوها بالشوكولاته، باي حاجه كتعجبكم. وكان هذا هو شكل الرغيفات كيف شفتوا كيجيو محمرين. يمكن لكم تحشيوهم باللوز بعجينه اللوز هكذا كيجيو غزالين. انا اكتفيت بهم هكذا عاديين. وكان هذا هو شكل مائده الفطور ديالنا ليوم العيد. هاد الوصفات كاملين شاركتهم معاكم.
هذه هي الحلوة اللي شاركت معكم داد اللوز في فيديو آخر اللي سبق لي وعملت معكم. صافي، وهنا الشاي المغربي وهادو الرغيفات اللي كيجيو عاديين، اللي حتى هما شاركت معكم الطريقة ديالي في تحضير الرغيفات هكذا كيجيو صغارين. وهذه حلوة الكاوكاو اللي كنت حضرت عاود معكم من قبل. صافي، وكانت هذه هي مائدة الفطور العادية البسيطة ديالنا. مهم، نتمنى يكون عجبكم لا فيديو اليوم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بلايك اللي عجبكم لا فيديو اليوم. وإذا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة كنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناة بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو والضغط على الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بالجديد. وكنضرب لكم موعد قريب ان شاء الله، وكنقول لكم السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد باش تمنيتوا ان شاء الله.